مرحبا وأهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين. وصفتنا لليوم رح تكون مندي الدجاج. رح نعمله بطريقة سهلة ومبسطة والطعمة ولا أروع من هيك. تابعوا معي الفيديو وتعالوا لنشوف طريقة التحضير مع بعض. بالبداية رح أسلق الدجاج مع الباقة العطرية يلي هي بصلة، ورقتين غار، عود قرفة، حوالي 5 حبات هيل، وكمان 5 حبات كبش قرنفل. اول ما تبلش تسخن المي رح بلش انه شيل الزفرة اللي طلعت على سطح المي. بعد هيك بغطيهم على نار هادية لحتى يستووا تماما، حوالي نص ساعة او 3/4 ساعة. هلا بطنجرة تانية رح احط كمية من الزيت النباتي حوالي نص كاسة. رح اضيف عليهم بصلة مقطعة ناعم، رح اضيف كمان سنين ثوم مقطعين كمان. رح اقلبهم مع رشة ملح لحتى يدبلوا. هلا رح اضيف عليهم كمان بهارات خشنة اللي هي حبتين لومي، عود قرفة، ورقة غار، وحوالي 4 حبات كبش قرنفل. القرنفل بهي الوصفة كتير ضروري، هو اللي بيعطينا النكهة الطيبة للمندي. هلأ رح أضيف 4 أكواب ونص من مرقة الدجاج اللي سلقناه مسبقا. طبعا عيار المرقة هو لكل كوب رز 1.5 كوب مرقة دجاج، يعني أنا رح أعمل 3 أكواب رز. تمام، لما تبلش تسخن عندي المي رح أضيف الملح 3 معالق صغار ونص معلقة صغيرة من كل هدول البهارات، فلفل أسود، كاري، زنجبيل. طبعا انا ما بحب كتر كتير بهارات للمندي لانه هو بيعتمد اكتر شي على الدهون وعلى نكهة الفحم. هلا هو راح اضيف عصير ليمونة. بالنسبة لعصير الليمون هون بيعطيني لون ابيض ناصع للرز، مشان هلا وقت بدنا نضيف الالوان راح يعطيني فرق بالالوان وكتير شكل حلو. راح اضيف كمان معلقة طعام سمنة، ممكن تضيفوها او لا حسب رغبتكم، بس انا بحب ضيفها. رح اضيف كمان 3 أكواب رز بسمتي حبة طويلة، نقعتهم حوالي 3/4 ساعة بمي عادية. هلأ رح اغطيهم على نار عالية بالبداية. هيك بلشت تنشف المي، رح هدي النار على الأخير مثل ما واضح عندكم بالفيديو، ورح اغطيهم مرة تانية. هلا هيك لهم حوالي 5 دقائق على النار، على نار هادية. رح حركهم مرة واحدة بس، ورح اعمل حفرة بالوسط وضيف الملونات. بالنسبة لملونات الطعام انا استعملت ملون صفار بيض، دوبت حوالي 1/4 معلقة صغيرة بشوية مي، ورح ارسمهم على الرز بشكل اشارة زائد. كمان الملون الثاني استعملت ملون صفار الزعفران، كمان رح نزلهم بنفس الطريقة. بعد ما نضيف الملونات ما بصير نحرك الرز لانه رح يختلطوا الالوان مع بعض وما رح نحصل على الالوان الحلوه اللي بدنا اياها. هلا رح اغطيهم على نار هاديه مثل ما قلنا لمده نص ساعه تقريبا لحتى يستوي الرز تماما. هلا هون رح نحضر للخليط اللي بدنا ندهن فيه الدجاج. بعد ما سلقناه رح نحتاج لمعلقتين كبار لبن، ضفت عليهم معلقه صغيره عصير ليمون، رشه ملح، ورشة صغيرة من الملون صفار البيض اللي استعملته لتلوين رز المندي. رح اضيف عليهم كمان رشة صغيرة فلفل اسود. رح ادهن فيهم سطح الدجاج بعد ما استوى تماما بالسلق. هلا انا هون حطيتهم على صينية مبطنة بورق زبدة، مو ضروري بس انا مشان ما تغلبني بالتنظيف، يعني بصير تنظيفه اسهل. بعد ما ادهنهم رح احطهم بفرن ساخن، النار من فوق وتحت لحتى ياخدوا لون حلو. هيك بيكون صار الرز جاهز عندي، استوى تماما. هلأ شغلت فحمة على النار وحطيت صحن بوسط الرزات. رح حط الفحمة واطفيها بنقطتين زيت وسكر غطى الطنجرة فورا. نترك غطى الطنجرة حوالي 4 دقائق حتى ناخد نكهة الفحم منيح، بعدين رح ارفع الفحمة عن الرزات. هيك بيكون الرز صار جاهز معي للتقديم. طبعا ما بيصير نحركه ابدا الا لوقت السكب. هلا هون رح احضر لصوص الدقوس الحار اللي بدنا نقدمه جنب المندي. رح نحتاج لحبتين بندوره مقشره، حبه بصل، وقرن فليفله حده يعني فلفل حار.
معلقة عصير ليمون وكمان رشة ملح ومعلقة كبيرة زيت زيتون. نخلطهم منيح اما على محضرة الطعام او الخلاط حسب المتوفر عندكم. هلا انا هون بعد ما خلطتهم لقيت لونهم باهت شوي، فضفت لهم رشة صغيرة من الملون، يعني اختيارية حسب ما بتحبوا بتكونوا تضيفوها او لا. هيك الصوص بيكون صار جاهز عنا لنقدمه جنب المندي. هلأ هون رح اسكب الرز قدامكم، لاحظوا كيف الرز نثري وبياخد العقل ما شاء الله، مستوي 100% وبنفس الوقت مو ملزق ببعضه. هلأ بعد ما طلعت الدجاج عندي من الفرن اخدوا لون حلو ورح احطهم على وش الرز. هيك بتكون صارت وصفتي جاهزة، وألف صحة وهنا. بنصحكم انه تجربوها لانه كتير كتير طيبة، وبشهادة كل من اكل هالاكلة عندي. وهاي هي وصفتي لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك للفيديو، اذا كنتوا اول مرة بتتابعوا قناتي مطبخ ليلى الشامي فضلا وليس امرا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم.